30 وكيلا للسيارات بالصالون الدولي في طبعته 18. اختلفت العروض واشتدت المنافسة، كل يسعى إلى استقطاب أكبر عدد من الزبائن، ولا يهم إن كانت علامة أسيوية أو أوروبية أو حتى أمريكية، المهم قيمة العرض المقدم وإغراءاته. مازدا تعود من بعيد خلال هذا الصالون بعرضها تشكيلة من السيارات السياحية وحتى البيكاب في الصالون. Alors, ce que nous avons introduit pour le salon sur 2005, c'est la gamme en pick-up. Toute notre gamme en pick-up qui est composée de l'ancien BT50 et du nouveau BT50. Également sur le véhicule particulier, alors on a la Mazda 3 et la Mazda 6 et sur le SUV, on a la CX-5. كما وضعت تخفيضات على كامل التشكيلة. Pour les remises, on a des remises de 50 000 jusqu'à 200 000 dinars. هايما العلامة الصينية المزودة بتكنولوجيا محرك مازدا، عادت هي الأخرى من باب وكيل جديد. اليوم في المعرض قدمنا ثلاث نماذج جديدة، اللي هي الهايما S5 والهايما S7 والهايما M8، اللي فيهم أحدث تكنولوجيات المصنع فيما يخص المحرك وفيما يخص نظام السلامة. واللي ان شاء الله تعجب الجمهور تاعنا واسعار جد معقوله. وتخير الزبون بين بيع بالتقسيط او تخفيضات في الاسعار. العرض التجاري لشركه هايما في هذا المعرض هو انه الزبون يختار بين قرض ب0% فوائد او عروض او تخفيضات تصل حتى 180 الف دينار جزائري. جيليا العلامة الصينية خصصت عرضا لصالح سواق التاكسي والشركات. لكن انا لسه ببيع بالتقسيط ولكن للشركات. الشركات بس افراد ومستهلك نهائي صعب جدا ان انا ابيع لكل الناس بالتقسيط، مش هقدر احكمها يعني. طبعا في معادلات عملناها مخصوص لسواقين التاكسي، في معادلات عملناها لشركات التاكسي، في معادلات عملناها للايجار لشركات الكرة، فكل ده موجود ثلاثة. والدفع ليس بأقل من 50% والباقي حسب المفاهمة. المقدم ما يقلش عن 50% والباقي بالتفاهم معاه حسب المعادلة، حسب هو بيشتغل ايه، فدي لازم نيجي ونقعد واقول لك انت بتشتغل ايه وامكانياتك ايه. بيجو الجزائر انفردت هذه الطبعة بإطلاق بارتنر لأول مرة في سوق عالمية. الشروق التقت بمدير هذا المنتوج واستفسرت منه أهم التعديلات التي تمت على هذا الطراز. Alors, trois changements majeurs. Le premier qui n'est pas visible directement par le client mais qu'il pourra apprécier au quotidien, la robustesse. Nous sommes allés encore plus loin pour un véhicule qui était déjà réputé pour sa fiabilité. Nous avons fait des tests impitoyables. 6 millions de kilomètres auront été cumulés au lancement du véhicule. Deuxième élément clé, la technologie utile que nous introduisons sur ce véhicule avec de nombreux équipements nouveaux qui utilisent les dernières technologies au service de la sécurité et au service de la connectivité du client. Enfin, troisième élément, le style avec une face avant entièrement redessinée autour de la nouvelle identité de la marque Peugeot. حتى المحرك شهد تطورا فيما يخص نسخة الـ HD. Alors nous reconduisons la gamme disponible actuellement avec une offre essence 1 litre 610 chevaux et une offre de moteur diesel qui embarque la technologie HDI qui est le meilleur du savoir-faire de Peugeot dans des niveaux de puissance qui vont de 75 à 112 chevaux. وعن أسباب اختيار صالون الجزائر لإطلاقه العالمي قال: On a décidé et c'est une première de faire un lancement première mondiale à Alger en Algérie pour deux raisons essentielles. La première c'est que l'Algérie c'est une relation de longue date et très privilégiée pour la marque Peugeot. La seconde c'est que l'Algérie c'est un marché essentiel pour Partner puisqu'il s'agit du premier marché mondial en dehors de l'Europe. Donc l'enjeu est tout à fait considérable pour Peugeot et nous avons pris donc la décision de lancer ce véhicule en première mondiale. الدرك الوطني يواصل تحسيسه خلال فعاليات الصالون من خلال عرض العديد من المهام، ومن بينها دور مخبر الأدلة الجنائية في تحديد أسباب الحوادث وكشف المتسببين في إرهاب الطرقات. مشاركة المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الجرم من خلال الدرك الوطني في الصالون الدولي للسيارات تمثلت في دائرة فحص المركبات. المهمة الأساسية لدائرة فحص المركبات هي معاينة وتمثيل حوادث المرور، بالإضافة إلى مقارنة المتماثلات والمتمثلة في الطلاء، مثلا عند فرار أي مرتكب لمخالفة من ساحة الجريمة فإن تقنيين مسرح الجريمة يقومون بأخذ عينات إلى المعهد الوطني، ثم نقوم على مستوى مخبر الكيمياء بمعالجة تلك المتماثلات لاستخراج النتائج.
كما انها مهمه اساسيه في تمثيل حوادث المرور عن طريق لوجيسيال بي سي كراش. وهنا تتم مثلا لا ريكونستيتيسيون حادث غردايه. حادث غردايه كان حادث مميت تخلف حوالي منذ سنه حوالي 10 قتلى، دونك 10 ضحايا. دونك هنا اعوان الدرك الوطني يقومون باخذ لي بارامتر فيزيك اي لي بارامتر جميع لي بارامتر فيزيك لي بارامتر كريتيك تاع لاكسيدون، ثم يضعونها على مستوى اللوجيسيال لكي نتمكن من استخراج لا سيميلاسيون اكزاكت على طريق الحادث. لم يتبقى على نهاية الصالون سوى 5 أيام، عروض الوكلاء متواصلة وعدد الزوار في ارتفاع محسوس، خصوصا مع بداية عطلة الربيع، ما سيفتح باب المنافسة على مصراعيه بين الوكلاء.